هناك كتاب اسمه محمد صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد رشيد رضا، ذكر فيه صفات للنبي صلى الله عليه وسلم، منها أنه يبصر في الظلام، ومنها أنه لا فيء له في الشمس، وأنه لا يقع الذباب على جسده. هذا من الغلو، هذا من الغلو، هذا ما يقال إلا بدليل، ما يقال إلا بدليل. يعني منهم من يقول الرسول ما هم مخلوق من البشر، مخلوق من النور، اللي خلقوا من النور هم الملائكة، أما محمد صلى الله عليه وسلم فهو مخلوق من البشر، من أم وأب، إنما أنا بشر مثلكم. هو بشر عليه الصلاة والسلام، ولكن الله فضله بالرسالة والنبوة، لا يوصف بغير ما وصفه الله به أو ما وصف الرسول به نفسه. هذا من الغلو في حقه صلى الله عليه وسلم. نعم.